كيفاش هذه العلاقه ديالك تربط ما بين ايهاب امير والجمهور ديالو؟ خصوص الحفل اللي قمت اليوم بمروكم وهو هو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. حين واحد الحفل في مروكم كان تفاعل زوين بزاف، كان شكرا لراديو أصوات اللي استدعونا، وشكرا للناس اللي تفاعلوا معنا، وكانت هذه فرصة باش نتلاقاو مع الحباب. اش كتقول للنساء المغربيات بمناسبه عيد المراه؟ هو خصنا نحتفلوا بالنساء ماشي غير 8 مارس في العام كامل، والنساء راهم هما فيهم مواتنا وفيهم خوتنا، وش نقول لك راهم هما كل شيء. ايهاب بغى يحيي واحد الحفل بمدينه الدار البيضاء، شنو غيكون الجمهور ديالو؟ فين غيكون هذا الحفل ان شاء الله؟ غيكون ان شاء الله غدا يوم 18 مارس بمسرح محمد السادس مع 8 ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين. راجت بعض الاخبار ان ايهاب قريب من عقد القران ديالو، ان شاء الله اش يقول بدل؟ اخويا اش بان لك؟ قلت لك صغير اخويا ما قد على مسؤوليه باقي. لا ما كاينش هاد الهضره دابا، في هاد الخطر لا دابا كونسونتر على الكارير ديالي غير. الله يسلمك وشكرا. شكرا.